والآن جاء موعدنا مع الأحوال الطقس والدرجات الحرارة. وقفة أخيرة وزميلة سارة نجيب، إليك سارة مرة أخرى. شكرا لكما ومشاهدينا، هذه وقفتنا الثالثة والأخيرة وأحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوكي البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل للحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة. القاهرة 35-24، الإسكندرية 28-20، مطروح 25-18، بورسعيد 26-23، الإسماعيلية 36-22. ونذهب إلى السويس. السويس 35-22، العريش 28-21، طابة 32-27، شرم الشيخ 36-27، والغردقة 36-26. وأما عن الأقصر ف40 العظمى والصغرى 27، أسوان 40-28، الوادي الجديد 41-27، شلاتين 35-25، وأخيرا حلايب 34-26. والآن نستعرض معكم مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.